هاتفيا بنجم من نجوم الكرة المصرية التاريخيين، هو الكابتن حسام عاشور، كابتن الأهلي السابق. كابتن حسام، أهلا بيك، منورنا. ازيك يا هاني؟ اخبارك يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ تمام، كله بخير وحشني. الحمد لله. وأنت وحشني جدا، وما اتكلمناش بقالنا كتير وما قابلتكش بقالنا كتير، مستنيين نشوفك قريب. ربنا يخليك، ليا الشرف يا هاني، ربنا يخليك يا ربنا حبيبي. يخليك يا رب، شرف لينا. أنا عايز الأول أطمن، أخبارك إيه في الأجازة اللي هتسبق أو بتسبق القرار المنتظر منك؟ إيه أخبارك؟ بتعمل إيه؟ لا انا تمام الحمد لله، كله كويس، الدنيا الحمد لله ماشيه معايا تمام. دلوقتي يعني في اجازه، الناس عارفه لسه الدوريات شغاله وكده، وانا لسه زي ما قلت لك يعني ان شاء الله باذن الله نكمل، ومستني ان شاء الله نشوف حاجه كويسه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. دايما الواحد لما بيبعد عن النادي بيبقى الواحد محتاج تركيز قوي في الحفاظ على لياقته، هل انت بتتمرن محافظ على لياقتك، جاهز لأي خطوة تانية؟ الحمد لله انا بتمرن كويس جدا، جاهز يعني ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي جايه باذن الله. الحمد لله وزني زي ما هو، ومحافظ يعني محافظ على اكلي ومحافظ على تمريني، فان شاء الله كله خير باذن الله. بإذن الله. ولكن القرار بقى سواء الاستمرار في نادي آخر أو الاعتزال لسه ما خدتوش؟ لا لسه ما خدتش القرار، يعني لسه ما خدتش القرار، بس انا طلعت من فتره وقلت ان شاء الله باذن الله اكمل كوره، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يعني يبقى في حاجه كويسه باذن الله. بإذن الله. النهارده شريف إكرامي الأهلي خد قرار بإنهاء مهمته حتى رغم إن عقده مكمل، نفس اللي حصل مع حسام عاشور. اتكلمت مع شريف أو شفت إزاي القرار ده؟ ما فيش يعني، شريف من اللعيبه المحترمه جدا واللعيبه المميزه جدا، ومن اللعيبه اللي خلصت للنادي الاهلي. انا مش عايز اتكلم عن حد، انت عارف يعني، مش اتكلم عن حد خالص. دي شريف اللي اتكلم فيه، دي وجهه نظره بحترمها وبقدرها، وهو اضرب اللي بيقوله يعني، شريف راجل ناضج يعني، وبيعرف يتكلم ويعرف يحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا، فدي بتاعته هو يعني، مش عايز اتكلم عن حد ومش عايز اتكلم بالنيابه عن حد. مظبوط، اكيد. وبرضه زي ما حدش بيحب يتكلم بالنيابه عنك، وبيقولوا ان حسام عاشور بيعرف يقرر ويتكلم عن نفسه، لكن هو هي النقطه دي معلش انا عايز يعني، اتفضل. انا عايز اتكلم فيها النقطه دي يعني، بس الناس يعني بتقعد تتكلم يقول لك حسام عاشور مثلا ما بعرفش يتكلم، هو انا لازم يعني عشان اتكلم اميز ولا ابقى بتاع ثلاث ورقات؟ وما ينفعش اقول مثلا الصراحه واقول الحقيقه، ولازم ابقى ملاوع عشان الناس تقول بيتكلم كويس او بيتكلم صح او بيتكلم غلط. النقطة يعني مش عجباني بصراحة في الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا، فربنا يهديهم يعني، ربنا يهديهم. لأنك في الآخر بتحكي اللي حصل، مش بتصيغه بأسلوب معين مثلا عشان ترضي الناس، ده اللي أنت تقصده يعني. بس أنا يعني أنا مش همني يعني، أنا بقول اللي في قلبي وبطلع اللي في قلبي، وما يعني ما بسيقش لحد خالص، عمري ما سيقت لحد خالص، بس انا بقول اللي حصل معايا بصراحه وبكل وضوح يعني، مش لازم زي ما قلت لك مش لازم الف وادور، ومش لازم ابقى ملاوع يعني عشان الناس تصدقني يعني. المستشار التركي آل الشيخ رئيس الاهلي الشرفي السابق زعلان منك، قال انك متسرع في حاجه معينه. لا المستشار ترك ليه مني كل احترام وتقدير، راجل بصراحه راجل محترم جدا، راجل شهادتي فيه مجروحه يعني، انا مش هغير كلامي. وقف معايا من اول الموضوع خالص لغايه اخره. هو زي ما قال كده زعلان مني في نقطه، انا بقول له ما تزعلش انا مش قصدي. هو في حد كده كان اكيد مزوع عليا، هو يبوظ العلاقه بيني وبين المستشار ترك. بس عمل ايه الحد المزوق عليك ده؟ لا يعني عمل جه لي مكالمه يعني، والمكالمه دي الناس كلها شافتها يعني. على اليوتيوب سجل لك مكالمه. على اليوتيوب يعني، ما كانش فيها غلط ولا كان فيها اي حاجه، بس هو المستشار زعل من المكالمه دي. هو اي اكيد حد عايز يوقع بيني وبين المستشار تركي طبعا. بس انا زي ما قلت لك انا بتمنى الشفاء للمستشار تركي الشيخ. امين. اهم حاجه اللي انا اتطمنت عليه النهارده هو دخل مع ابراهيم فايق زميلي وحبيبي. انا الراجل ده كان له كل احترام وتقدير، ولو زعلان مني في حاجه ما يزعلش يعني. لكن الخطط والعلاقه على مستوى مباراه اعتزال او نادي اخر دي لسه قائمه ومستمره باذن الله في وقت معين؟ هو لسه بقى احنا يعني، احنا يعني بين حين والاخر، انت عارف المستشار كان الفتره اللي فاتت كان تعبان يعني، بقى لنا فتره ما بنتكلمش ولا الناس اللي تابعه يعني. بس انا زي ما قلت لك يعني، الراجل ده لما بيوعد بيوفي يعني. مظبوط.
طيب قبل ما اختم معاك كابتن حسام، وانا مش عايز اطول عليك زي ما اتفقنا، يعني هو القصه ان في بعض الناس عملت مقارنه ما بين موقف الاهلي من حسام عاشور وموقف رمضان صبحي من الاهلي، انه زي ما الاهلي شاف انه مش عايز حسام عاشور يكمل خلاص نهايه التعاقد، فعادي ان رمضان صبحي يقول انا كمان مش عايز الاهلي، انا عايز نادي تاني. هل شايف تشابه في الموقفين بينك وبين رمضان صبحي؟ انا زي ما قلت لك انا مش عايز اتكلم على حد او مش عايز اربط نفسي بحد، يعني انا موضوعي انا حكيته مش عايز ادخل فيه يعني كتير، الناس كلها عرفت الموضوع. بس هي زي ما قلت لك السوشيال ميديا مع الاسف يعني زي ما هي كويسه في حاجات وحشه في حاجات، بتاخد الموضوع في حته تانية خالص. يعني انا مش هخوض فيها بصوره كبيره يعني، بس انا زي ما قلت لك انا الناس قالوا لي بطل، قلت لهم ماشي يعني اعمل لك ماتش اعتزال، قلت لهم ماشي. حصل بقى في الموضوع تاخر من ناس معروفه يعني في النادي. بس انا زي ما قلت لك انا النادي الاهلي ده بيتي، والنادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي انا بحبه وبحترمه وبعشقه، ما حدش يقدر يقول غير كده يعني. حسام عاشور زي ما قلت لك مش عايز بس يبقى كلام زي بعضه، بس دي الحقيقه وده الواقع يعني، مش هنحيد عنه يعني. حسام عاشور زي ما قلت لك بقاله 16 سنه عمره ما عمل مشكله، يعني عمري ما عملت مشكله، تخيل يعني 16 سنه زي ما قلت لك عمري ما عملت مشكله، مظبوط، ولا مع جهاز ولا مع لعيب ولا مع اداري ولا مع عامل اوضه اللبس ولا مع مدرب ولا مع اي حد. مظبوط. عامل ازاي؟ هو الجمهور، خليني اشرح لك من زاويه بعيدا عن السوشيال ميديا والناس اللي بتشتم والناس اللي ممكن تترجم غلط، في بعض المشجعين شفتهم بيقولوا احنا مش مشكلتنا ان حسام عاشور الاهلي قال له امشي ولا هو اللي مشي، لكن احنا مشكلتنا في انه حسام عاشور كلامه كان فيه شويه تقليل من كيان النادي الاهلي، فقالوا حسام عاشور لو اعتذر والله دي حاجه تريحنا وتخلينا نفضل نقدر تاريخه. هل الاعتذار حاجه وارده ولا انت لم تفعل شيئا يستحق الاعتذار؟ انا لو غلطت انا عمري ما، بص مبدئيا انا عمري ما اغلط في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده خيره عليا وخيره على اخواتي وخيره على ولادي، ده النادي الاهلي يعني ما ينفعش اقول عليه كلمه ما لهاش لازمه. بس انا زي ما قلت لك هو لازم الاوع يعني عشان تبقى الناس كويسه، وبعدين جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير جدا، مش هو اللي على السوشيال ميديا بس. انا زي ما قلت لك في ممكن في ناس بتحاول يعني تبعد عن الحقيقه او مش عايز مش عايزه تسمع الحقيقه، فبتروح واخده الموضوع لاتجاه تاني خالص، اللي حسام عاشور خاين، حسام عاشور خان النادي، وانت نادي في ايه؟ انت اللي بتتكلم، انت هو يعني الناس اللي على السوشيال ميديا دي يعني خنت النادي الاهلي في ايه؟ انا مش فاهم. او عملت مشكله للنادي الاهلي. ده انا بكل احترام وبكل تقدير النادي قال لي بطل، قلت له ماشي وانا قادر يعني، هي النقطه انا قادر العب يعني قادر العب سنتين ثلاثه كمان الحمد لله. بس قال لي بطل، قلت له ماشي، قال لي روح للمستشار التركي واتفق معاه، قلت ماشي. هم زعلانين مني عشان انا قلت للمستشار التركي شكرا؟ هي دي هو ده الزعل يعني؟ لا، هم كان الزعل طبعا انك عملت فيديو لومت فيه الاداره في الوقت اللي كان فيه خلاف ما بين المستشار التركي آل الشيخ والاهلي، فاعتبروك خدت صف المختلف مع الاهلي. طب انا دلوقتي خدت صف المستشار التركي، هو الراجل ما عمليش حاجه وحشه. يعني انا زي ما قلت لك وكلام مش عايز بس يبقى مقرر، ايوه الناس من جوه الاداره هم اللي قالوا لي اتكلم مستشار تركي، مش انا اللي رحت من نفسي ولا دي قصه انت رحت من وراهم، هم اللي قالوا لي. فالراجل بكل احترام، طب انا اقول لك على حاجه وكلمه في حقه يعني، الراجل ده لما بعت له على الواتساب هو كان في الفتره دي تعبان، فبعت له قلت له انا حسام، ازيك يا معالي المستشار، انا حسام عاشور. بعدها بص ب 10 ثواني اهي راح رد عليا قال لي اؤمر، ازيك يا كابتن اؤمر. فقلت له في دلوقتي 1 2 3 والناس قالوا لي حضرتك كده ماتش الاعتزال، فقال لي كلم واحد معين من عندي وصوابتك اوامر. تمام. واحد زي ده بيقول لك كده يعني يعني تطلع وتقول له ايه؟ تطلع لازم تشكره بان وقف جنبك بعدين. حسام، ايوه سامعني، يقول لي ايوه اتفضل، يقول يعمل لي حاجه مثلا كويسه او يتكلم حتى معايا بصوره كويسه، اقول له شكرا. انا عملت ما غلطتش في حاجه ولا غلطت في الاهلي ولا غلطت في الجمهور الاهلي، قلت له شكرا على اللي انت عملته. طب ممكن خلاص باظ وكده وخلاص، انت يعني خلاص انتهى الموضوع، موضوعك انتهى.
الماتش اللي قبل الموضوع انتهى. طيب ها واضح، حتى لو الصوت بدأ يروح شوية، فلو أنت اتحركت حاول ترجع لمكان يكون فيه إشارة. كده تاني كده تمام سامعك. فبقول بقول لي خلاص مستشار الطاقم ممكن يقول لي خلاص الموضوع باظ، وأنا كنت كل يوم تقدير وأنا كنت صح، لكن هو ما قالكش إن الموضوع باظ. لا ما يعني لو الموضوع خلاص انتهى مثلا في النادي، أيوه لما البيان نزل يعني قال لك أنت معايا. فأنا يعني هو بيقول لي كده المفروض انا اطلع واقول ايه؟ تشكره زي ما انت حسبتها بالشكل ده. زي ما قلت لك ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي، وده الاجيال اللي فاتت والاجيال اللي قبلها والشيخ النادي بتقول اللي انا حاسس عمليه كويسه. او اتكلم ارجع بقى للمكان اللي كنت فيه تاني عشان الصوت بدا يروح. كده؟ ايوه كده كويس. عايز اسالك يعني انت كلامك واضح جدا، هسالك في حاجتين بقى بعيده عن الخلافات وعن الخناقات. هل حسام عاشور دخل النادي الاهلي الفترة اللي فاتت كعضو في الاهلي؟ دخل عادي زار قعد في اي قعدة في اي كافيه في اي كافيتيريا؟ لا ما زورتش. قلقان من حاجة او زعلان من حاجة ولا عادي ممكن تروح تزور الاهلي قريب؟ لا هي النقطة اللي انا زعلان منه الناس بس بتاخدها يعني بتحيد عن الحقيقة. عايزين يوصلوا لحسام عاشور ناس من اللي هم مش عايز اقول المأجورين بس كل كده قليلة، عايزين يوصلوا للناس او يوصلوا للجمهور اللي حسام عاشور خان النادي. لا حسام عاشور ولا خان النادي ولا عمل اي حاجه. انا طلعت قلت بشكر سياده المستشار تركي الشيخ على اللي عمله معايا. واضح. ايه بقى الحوار في الموضوع ده، او ايه الغلط اللي انا غلطته في الموضوع ده؟ الا بقى لو في حد بيتربص بقى وعايز يخلي شكله وحش، زي ما شفت مثلا المكالمه اللي اتسجلت دي، ممكن حد عايز يوقع بيني وبين المستشار. بس انا بكن له كل احترام وتقدير، الراجل ده محترم جدا 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 وشهادتي مجروحه طبعا. اخيرا كابتن حسام، انت لم تاخذ حقك حتى الان من الاحتفاء بيك بعد نهايه مشوار كبير، سواء انتهى يعني او ما انتهاش بعد نهايه مشوارك مع الاهلي. انت يعني أسطورة من أساطير الأهلي على مستوى امتداد المواسم، على مستوى المشاركات الأساسية مع الأهلي، على مستوى الاجتهاد والبطولات اللي أنت توجت بيها، فبالتالي أنت تستحق احتفاء. يعني أنا عايز أتكلم معاك بقى بشكل حلو قوي وهادئ جدا عن تقييم حسام عاشور لمواسمه أو لفترته الطويلة جدا مع الأهلي، شايفها إزاي؟ وإيه أحلى بطولة أو أهم بطولة خدتها في مشوارك ما تنساهاش أبدا مهما كنت خدت بطولات وصلت لأكثر من 30 بطولة يعني؟ طبعا اغلى بطوله خدتها الجون بتاع بطريقه بتاع الصفاقس دي. اغلى بطوله 2006 دوري الابطال. 2006 طبعا دي اغلى بطوله خدتها. بقول الحمد لله يعني زي ما قلت لك انا اكتر واحد يعني لاعب ماتشات في مصر، اكتر لاعب واخد ولاعب ماتشات في افريقيا. كان لي 5 بطولات او 6 بطولات، وباكتر لاعب في العالم واخد بطولات. كان ده حلم من احلامي وكان نفسي اعمل كده بس قدر الله ما شاء فعل. فزي ما قلت لك ان شاء الله ممكن يعني اخد ال5 بطولات دي في نادي تاني. مش بعيد عن ربنا يعني. طول ما الواحد قادر وطول الواحد ما عنده طموح وعنده اصرار وعنده عزيمه ان هو يعمل حاجه، فمش بعيد عن ربنا يعني. ربنا يوفقك باذن الله يا كابتن عاشور. احنا مبسوطين جدا بمشوارك التاريخي، ربنا يوفقك في الفتره اللي جايه او القرار اللي جاي ايا كان، وهنستناه وهنستنى نحتفي بيك بقى بشكل كامل على مشوار رائع قدمته في الملاعب المصريه. حبيبي يا هنا ربنا يخليك حبيبي يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن حسام عاشور نجم النادي الاهلي السابق.